ضحك حلقة النهاردة من ضحك السنين عن ضحك سنة 1979. حسين فهمي وعفاف شعيب في خدعتني امرأة بطولة منى جبر، والفيلم كان فيه الكوميديانات نبيلة السيد وابراهيم سعفان ونجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية، تأليف محمود أبو زيد وإخراج سيد طنطاوي. ده انت بعد كل زار أعصابك بتهدى أسبوع بحاله عشان بيهدني يا هبل، لكن بعد ما برتاح برجع للعصب تاني. يبقى بقى مالكيش غير الجواز. اشمعنى؟ هو اللي هيهدك على طول. حسين فهمي مع سهير رمزي وحسن يوسف في فيلم قصة الحي الغربي بطولة سعيد صالح وسمير غانم، والكوميديانات إبراهيم سعفان ونعيمة الصغير وعبد الله فرغلي ومظهر أبو النجا، تأليف بهجة قمر وإخراج عادل صادق. نقرا الفاتحة وأنا معاكم. الوحش فريد شوقي بيقدم في نفس السنة فيلم انقذوا هذه العائلة، وكان مليان نجوم ميرفت أمين وحسين فهمي وكريمة مختار ومحمود المليجي، والكوميديانات أبو بكر عزت ونبيلة السيد ومحمد شوقي وغيرهم كتير، تأليف فاروق صبري وإخراج حسن إبراهيم. وعندك 214 يوم خصم برضو بسبب مشاكل نسائية، وتقول لي أحقاد وغيرة؟ لا يا فندم، الخصومات دي في منهم يومين بسبب رسومات هندسية ضاعت مني. عادل إمام بيقدم في نفس السنة فيلم بعنوان قاتل ما قتلش حد بطولة أثار الحكيم وإيمان، ومعاهم من الكبار عمر الحريري وصلاح نظمي وعزيزة حلمي وأحمد خميس، وكمان الكوميديانات أحمد راتب وعلي الشريف. الفيلم تأليف مدحت السباعي وبهجة قمر وإخراج محمد عبد العزيز. تحب تركب درجة أولى ولا درجة تانية؟ تانية. عادل إمام في نفس السنة بيقدم الفيلم الجريء إحنا بتوع الأتوبيس بطولة الأستاذ عبد المنعم مدبولي، ومعاهم مشيرة إسماعيل وعائلة راتب وسعيد عبد الغني، وكان بيضم الكوميديانات يونس شلبي وإسعاد يونس وجمال إسماعيل ومظهر أبو النجا وإبراهيم سعفان، وهم بيقدموا بلاك كوميدي بشكل استثنائي. الفيلم عن قصة حقيقية من كتاب حوار خلف الأسوار للكاتب الكبير جلال الدين الحمامصي، كتبها للسينما فاروق صبري وأخرجها حسين كمال. رقصت مرة بالعصاية في بلدنا، كان فرح ناس قريبة. العصاية جت دماغ العمدة فتحت، هو ما جروش حد لأنه كان بروسين. ولسه مع عادل إمام في نفس السنة بيقدم الفيلم المحبوب جدا خلي بالك من جيرانك بطولة لبلبة، ومعاهم العملاق فؤاد المهندس ومديحة يسري، والكوميديانات ميمي جمال ووحيد سيف وعلي الشريف وزكريا موافي وفاروق فلوكس. الفيلم تأليف فاروق صبري وإخراج محمد عبد العزيز. يعني كل ما بعصب رح مكسر أي حاجة قدامي؟ طوالي. وإنت لما هتتنرفز إنت كمان هكسر أي حاجة قدامك؟ طبعا. الحمد لله لما استناش عند أمي. سمير غانم مع ناهد شريف في فيلم نوع من النساء بطولة صفية العمري، ومعاهم صلاح نظمي، والكوميديانات علي الشريف وأحمد الحداد ومحمد شوقي وأحمد بدير. قصة مصطفى محرم وسيناريو وحوار علي سالم وإخراج حسن الصيفي. وبيشتغل إيه بسلامت؟ موظف في الجمارك. جمارك؟ يا حلاوتك يا جمارك أنت. السندريلا سعاد حسني قدمت في نفس السنة الفيلم الاستعراضي المتوحشة بطولة محمود عبد العزيز وليلى فوزي وتوفيق الدقن ورجاء حسين والمتألقة نعيمة وصفي، تأليف صلاح جاهين وإبراهيم الموجي وإخراج سمير سيف. مش فاهم يا أخي بتدور على إيه؟ النضارة أهي. أما التلفزيون كان محظوظ جدا سنة 1979 بمجموعة من المسلسلات الكوميدية اللي ما تتنسيش. مسلسل زيارة ودية، وكان بيضم الكوميديانات الكبار محمد رضا وأمين الهنيدي، ومعاهم صلاح السعداني وهالة فاخر وعبد الله فرغلي ونظيم شعراوي وأسامة عباس وغيرهم كتير، تأليف مجيد طوبيا وإخراج إبراهيم الصح. موت حمار. مين الحمار؟ مسلسل غريب في المدينة بطولة محمد رضا وصلاح السعداني وعزة كمال وعبد الحفيظ التطاوي وعبد الله فرغلي ومحمد شوقي وغيرهم كتير. المسلسل مقتبس من قصة لنيكولاي جوجول، وكتبها للتلفزيون عبد الرحمن فهمي وإخراج إبراهيم الصح. Good. Very, very, very good. Quiet. كل سرير جنبه شفشق فيه مايه نظيف. وفي نفس السنة كان المسلسل الخالد أبناء الأعزاء شكرا، والمشهور باسم بابا عبدو، عبد المنعم مدبولي ومعاه
يحيى الفخراني وصلاح السعداني وأصار الحكيم وحسن عبدين ونجوم كتير جدا. تأليف عصام الجنبلاطي وإخراج محمد فاضل. انت خرفت يا عبد حميد. ما تأخذنيش عبده، انت الكبير والمقام ليك، بس انت خرفت. وما اكتفاش عبد المنعم مدبولي ببابا عبده وقدم في نفس السنة مسلسل لا يا ابنة العزيزة بطولة هدى سلطان. المسلسل تأليف يوسف فرنسيس وإخراج نور الدمرداش. أترزغ مطب بس عامل غغا في بغبغة نتردى يا بغبغة تكمو شوكولاتة ينبو مدادة يكمو شوكولاتة ينبو مدادة يكمو شوكولاتة ينبو مدادة أو يتشدقوا بالهلمنطور. مسلسل ضيوف مزعجين جدا، سمير غانم وجورج سيدهم ومعاهم صفاء ابو السعود وحسن مصطفى. تاليف فيصل ندى واخراج فتحي عبد الستار. انا استحمل الا كرامتي، كرامتي فوق الناس. شوف انا انضرب بالجزمه، انما كرامتي فوق العالم. محمد صبحي في نفس السنه قدم مسلسل اسمه كيمو، وكان بيضم النجوم شيرين ومريم فخر الدين وابراهيم سعفان وجمال اسماعيل. تاليف محمود طصن واخراج نور الدمرداش. في طيار هوا جاي من كندا في دراعي تعبني في رجلي. وفي نفس السنه نيلي قدمت فوازير انا وانت فزوره او التمبوكه. تاليف لينين الرملي وجمال بدران وايهاب الازهري واخراج فهمي عبد الحميد. فين فين يا عاد ما تبطل عتعاد يكفيك شر الحسد والحل اللخبطه. القنبلة ممتدة المفعول ومستمرة الانفجار. العيال كبرت، سعيد صالح ويونس شلبي وأحمد زكي وحسن مصطفى وكريمة مختار ونادية شكري. تأليف بهجة قمر وإخراج سمير العصفوري. يطعن المصروف ليه ولا يدي جنب الجامعة؟ ما أنا بكرة هتجوز وخلف وبعند عيال وديني لا طعنهم المصروف. وسعيد صالح في نفس السنة قدم مسرحية تلفزيونية اسمها الفلوس حبيبتي، بطولة إبراهيم سعفان وعبد الله فرغلي وسرية حلمي وأحمد بدير وسعاد نصر. تأليف حمدي عباس وإخراج عوض محمد عوض. عليكي مالها بتنزل دموع سودة؟ لا الولاية بتعيط أسود. تعالى هنا ما تزعقش. ده الأيلاينر. مين؟ الأيلاينر عاشت لسامي يعني إيه؟ وفي نفس السنة شهدت أهم وأنجح وأقوى عروض محمد نجم مسرحية عش المجانين، بطولة حسن عبدين وليلى علوي وميمي جمال ومظهر أبو النجا. تأليف يسر الإبياري وإخراج عادل صادق. انت شفيق يا راجل ولا عبد ربوه ولا الساح الدحن بوه ولا لطيف ولا شلبي ولا مين؟ أنا أمين رزق. وبرضه محمد نجم كان له في نفس السنة مسرحية اسمها أنا أجدع منه، وكانت برضه من إخراج عادل صادق. اسمك جميل. جميل محمد. يمكن قبل الحادثة. والعملاق فؤاد المهندس كان على المسرح في نفس السنة بمسرحية إنها حقا عائلة محترمة، بطولة شويكار وأمينة رزق ومحمود الجندي وعبد الله فرغلي وسوسن ربيع. وفكهة العرض الطفل أحمد عبد الله نصر. المسرحية تأليف بهجة قمر وسمير خفاجي وإخراج سمير العصفوري. مش معقول يا أبو الفضل اللي أنت بتعمله ده، دي قلة أدب ما وردت ولا وصفت في التاريخ. ده شغل حميرة خالص يعني. حميرة؟ شغل الحميرة دولت. جمع حمار حمير مش حميرة. المسرحية المحبوبة جدا الدخول بالملابس الرسمية، عملاقة المسرح سهير البابلي مع أبو بكر عزت وصاحبة السعادة إسعاد يونس ومعاهم محمد يوسف وأحمد نبيل. تأليف بهيج إسماعيل وإخراج السيد راضي. عند سعادتك الفول أبو زيت والفول أبو سن والفول أبو قوطة والفول أبو زلومة. يعني إيه الفول أبو زلومة لو سمحت؟ الفول النابت. ومحمد صبحي بيقدم مجهود خرافي في مسرحية الجوكر، وبيقدم نموذج ممتع للضحك من أجل الضحك، بطولة هناء الشربجي ومحمود الألعاوي. تأليف يسر الإبياري وإخراج جلال الشرقاوي. ونقول كلام كبير على مستوى المسؤولية، وكل إنسان له الإرادة الحرة المتحررة داخل القيود الحقيقية في الإرادة الواعية الشابة من خلال المجتمع البؤري في اللامركزية والمركزية من خلال المسطحات الحقيقية في مستوى رأسي ومستوى أفقي على أساس متين. وصلاح ذو الفقار في نفس السنة بيقدم مسرحية تلفزيونية اسمها القضية رقم واحد،
قصة طلعت علام وكتبها للمسرح أحمد الإبياري وإخراج السيد راضي. أنا شايف يعني إن أحسن للست إنها تشيل البيت كله فوق دماغها من إنها تشيل وتحط في دماغها. وبكده تكون خلصت رحلتنا في ضحك سنة 1979، ونشوفكم مع ضحك سنة جديدة وحلقة جديدة من ضحك السنين.